خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار اللي موجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023. سيادة الرئيس قال إن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليون جنيه لتطوير البنية الأساسية، وإن مصر قادرة على الصمود في مواجهة أزمات عالمية كبيرة. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة مصر في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ في كينيا. التقى كمان مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. تفاصيل الأخبار دي وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وقال سيادته إن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، وأضاف: أنفقنا هذا المبلغ وفي ناس كانت بتقول بلاش ننفق الأموال دي لتطوير البنية الأساسية، طب إزاي ومفيش استيعاب للنمو السكاني والناس عاشت على كده سنين طويلة، بس وضع الدولة كان غير طبيعي. امبارح كمان قال سيادة الرئيس في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: الدولة المصرية رغم كل التحديات قادرة أن تصمد في مواجهة أزمات زي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد وما نتج عنها من أزمات عالمية. امبارح ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة أجندة المناخ الدولي لقمة إفريقيا للمناخ اللي بيشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر ومن منطلق التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تسهم في الانتقال لمرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وبتتعامل أيضاً مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد منخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع أثار تغير المناخ. امبارح وعلى هامش مشاركته في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقاء مع ميمونة محمد شريف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات. خلال اللقاء أطلعت ميمونة محمد رئيس الوزراء على آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر بشأن كافة الأمور التنظيمية واللوجستية لاستضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضري العالمي، معربة عن ثقتها في أن مصر سوف تنظم نسخة متميزة من اجتماعات المنتدى بعد نجاحها اللافت في تنظيم فعاليات COP27. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية المصرية بمقر الكلية الحربية، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. محافظات مصر كان فيها مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث المهمة. تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي في محافظة بورسعيد. أما في البحر الأحمر فانطلقت أعمال القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا. كمان في الشرقية تم الإعلان عن جاهزية 56 مدرسة جديدة لدخول العام الدراسي الجديد. وفي المنيا تم إجراء 57,000 عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد تم تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي اللي بيجري تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منه اللي شملت إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء،
بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مع مراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية. في البحر الأحمر هتنطلق النهاردة أعمال القوافل العلاجية الشهرية الخاصة بشهر سبتمبر التابعة لمبادرة حياة كريمة بمدن وقرى المحافظة، وتوفر القوافل الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً على المواطنين. في الشرقية أعلنت المحافظة عن جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصل بتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وأيضاً لانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة ل 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه، بالإضافة للانتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أعلنت المحافظة إجراء 57,675 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في الأقصر شهد مطار رحلات البالون الطائر تحليق الرحلات بصورة طبيعية، وخرجت بسماء البر الغربي 30 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 750 سائح من حول العالم. في مطروح أكد جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن مجمع مواقف السيارات الجديد هيقام على مساحة 10 أفدنة قابلة للزيادة، مع توافر ومد شبكات الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول لتوافر الراحة والارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي لمجمع المواقف الجديد بمنطقة الكيلو 10 بمدينة مرسى مطروح. في جامعة المنوفية استقبلت الجامعة شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الـ13 اللي بتستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 ل 14 سبتمبر تحت شعار جمهورية جديدة حلم وطن. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 2835 مواطن في 8 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده على مدار شهر أغسطس الماضي.